بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي في سيكشن جديد في محاسبة المنشآت المالية للفرقة الرابعة شعبة محاسبة. خدنا قبل كده في السكاشن اللي فاتت الأقسام الفنية للبنوك التجارية وقلنا هما ايه. خدنا منهم قسمين، قسم الخزينة وعرفنا فيه عمليات الإيداع والسحب بتتم ازاي، ولو في عجز في الخزنة كنا بنعمل ايه، ولو في زيادة كنا بنعمل ايه. بعد كده دخلنا على قسم الحسابات الجارية، خدنا فيها عمليات الإيداع وعمليات السحب، وخدنا الشيكات المسحوبة على نفس الفرع والشيكات المسحوبة على عملاء للفرع بس لنفس البنك، الشيكات المسحوبة على بنوك أخرى. والشيكات دي قلنا إن بيتم تحصيلها من غرفة المقاصة، وقلنا يعني ايه غرفة مقاصة وبيتم التحصيل ازاي، وقلنا هنا بيبقى فيه عمولة البنك بياخدها نتيجة التحصيل. وكمان قلنا لو في بنك مش مشترك في غرفة المقاصة، البنك بيبعت لي مراسل يروح يسحب لي الشيك من بنك تاني مقابل عمولة بياخدها المراسل والبنك. النهاردة هناخد قسم الأوراق التجارية. في البداية كده يعني ايه أوراق تجارية؟ الأوراق التجارية دي هي أحد وسائل المبادلة التجارية بين الأفراد، زي الكمبيالة والسند الإذني والسند لحامله. هي أداة من أدوات الائتمان قصيرة الأجل، وبتكون قابلة للتداول بين الأفراد عن طريق تظهير الورقة للمستفيد. يعني إيه تظهير الورقة للمستفيد؟ يعني إحنا ممكن ننقل ملكيتها من شخص لشخص. هناخد في قسم الأوراق التجارية 3 حاجات. اول حاجه تحصيل الاوراق التجاريه لصالح العملاء. يعني مثلا انا معايا كمبياله، هدخل البنك هقول لهم انا عاوزه احصل الكمبياله، فالبنك يحصل لي الكمبياله. تاني حاجه خصم الاوراق التجاريه، يعني انا اللي عليا كمبياله، انا مثلا كاتبه كمبياله لحد، فالبنك يكلمني يقول لي ان ليكي كمبياله المفروض تتسدد، فيقول للبنك اخصمها من حسابي. تالت حاجة الاقتراض بضمان أوراق تجارية، يعني أنا محتاجة فلوس ضروري ومعايا كمبيالة مستحقة خلال 3 شهور، وأنا محتاجة فلوس وعاوزة أخد كارت. في الحالة دي ممكن الكمبيالة تضمني واخد الكارت، يبقى هاخد في القسم ده اللي هو قسم الأوراق التجارية 3 حاجات. أول حاجة تحصيل الأوراق التجارية، تالت حاجة خصم الأوراق التجارية، تالت حاجة الاقتراض بضمان الأوراق التجارية. تعالوا نشوف التمرين اللي معانا. بيقول لي فيما يلي بعض العمليات التي تمت في قسم الأوراق التجارية في أحد البنوك المصرية خلال شهر سبتمبر 2017. أول حاجة بلغت قيمة الأوراق التجارية المقدمة للتحصيل من عملاء البنك 700,000 جنيه، واستحق منها عمولة 7,000 جنيه ومصاريف بريد 700 جنيه، وبلغت الأوراق المحصلة خلال الشهر 470,000 جنيه. تم تحصيل 400,000 جنيه نقد والباقي خصما من الحسابات الجارية للعملاء، وبلغت الأوراق المرفوضة 7,000 جنيه. تحمل البنك عنها مصاريف بروتستو 2,700 جنيه، تم خصمها من الحساب الجاري للعملاء بالإضافة إلى 700 جنيه عمولة بروتستو. تاني حاجة أرسل البنك أوراق تجارية للتحصيل بواسطة الفروع مقدارها 70,000 جنيه، وأوراق تجارية للتحصيل بواسطة المراسلين مقدارها 170,000 جنيه. وصلت إشعارات من الفرع تفيد تحصيل أوراق تجارية قيمتها 50,000 جنيه، وردت إشعار من المراسلين بتفيد تحصيل أوراق تجارية قيمتها 150,000 جنيه، كما بلغت عمولة المراسلين عنها 1,000 جنيه. ووصل البنك اختراض تفيد رفض أوراق سبق إرسالها للمراسلين بمبلغ 15,000 جنيه، وتم عمل بروتستو تكلف 400 جنيه، وبلغت عمولة المراسلين 70 جنيه. المطلوب إثبات هذه العمليات بقيود مركزية. بيقول لي في أول قيد بلغت قيمة الأوراق التجارية المقدمة للتحصيل من عملاء البنك 700,000 جنيه، بيستحق منها عمولة 7,000 جنيه ومصاريف بريد 700 جنيه، وبلغت الأوراق المحصلة خلال الشهر 470,000.
تسلم منها نقدي، تحصل منها نقدي 400 ألف، والباقي خصم من الحساب الجاري للعملاء اللي هو هيبقى 70 ألف. وفي أوراق مرفوضة قيمتها 70 ألف جنيه، تحمل البنك عنها مصاريف بروتيستو 2700 جنيه. يعني ايه مصاريف بروتيستو؟ يعني مصاريف قضائية تم خصمها من الحساب الجاري للعملاء بالإضافة ل 700 جنيه عمولة بروتيستو. في النقطة دي مبدئيا العملاء راحوا البنك في شهر سبتمبر، ادوا للبنك أوراق تجارية المفروض قيمتها 700 ألف جنيه. البنك استلمها، ولما البنك استلمها بيعمل أول حاجة بيعملها بيعمل قيد نظامي باستلام الأوراق التجارية. القيد ده بيثبت فيه قيمة الأوراق التجارية من حساب أوراق تجارية برسم تحصيل اللي هم 700 ألف إلى حساب مودعي أوراق تجارية برسم التحصيل اللي هم 700 ألف. بعد ما البنك بيعمل القيد النظامي باستلام الأوراق التجارية بيعمل عملية خصم للعمولة بتاعته، قال لهم هاخد منكم 7 آلاف عمولة تحصيل أوراق تجارية و700 جنيه مصاريف بريد. يعني البنك هياخد مني 7700 جنيه من العملاء بتوعه اللي هيتم تحصيل الأوراق التجارية لصالحهم. هنا هسحب 770 ألف من حساب العملاء. يعني العملاء رصيدهم هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. لما العملاء رصيدهم بيقل بيجي مدين. القيد بتاعي هيبقى 7700 اللي هم قيمة الإجمالي العمولة والمصاريف من حساب الحسابات الجارية للعملاء إلى مذكورين، عمولة تحصيل أوراق تجارية وعمولة مصاريف تحصيل أوراق تجارية. بعد كده بعد ما خصمت العمولة هحصل، قال لي ان البنك حصل 470 ألف جنيه، منهم 400 ألف جنيه نقدا و70 ألف جنيه من الحساب الجاري. دلوقتي خزنة البنك دخل لها 400 ألف جنيه و70 ألف من الحساب الجاري للعملاء اللي كانوا موجودين عنده. يبقى القيد بتاعي هيبقى من مذكورين، حساب الخزينة بقيمة 400 ألف نقدا وحساب الحسابات الجارية للعملاء بقيمة 70 ألف جنيه إلى حساب الحسابات الجارية للعملاء. بس هنا لازم أفرق بين الحسابات الجارية للعملاء المسحوب عليهم والمستفيد. هنا لازم الحساب المدين اللي هو الحساب الجاري للعملاء اللي مخصوم منه بيبقى المسحوب عليه، وحسابات العملاء الجارية الداينة اللي نضاف ليهم تبقى ايه؟ المستفيد. بعد كده هقفل القيد النظامي في حدود اللي انا حصلته. بس هما كانوا المفروض ياخدوا 700 ألف، بس هما ما قدروش يحصلوا غير 470 ألف جنيه. 470 ألف دول هقفلهم في القيد النظامي بالشكل ده، من حساب مودعي أوراق تجارية برسم التحصيل 470 ألف إلى حساب أوراق تجارية برسم التحصيل اللي هم 470 ألف. بعد كده هثبت مصاريف البروتيستو اللي قيمتها كانت 2700 جنيه. البنك عشان يحصل دفع المصاريف دي، يعني البنك لما دفعها خزنته نقصت، ولما الخزنة بتنقص فالبنك بتيجي داينة. هنقول القيد من حساب مصاريف البروتيستو ب2700 جنيه إلى حساب الخزينة ب2700 جنيه. هنا البنك بيتحمل المصاريف دي، لا البنك ما بيتحملهاش، ده بيحملها على الحسابات الجارية العملاء، بس هنا كمان هيخصم معاهم العمولة. بعد كده
هحمل العميل بعمولة البروتيستو، لما احملهم هخصمهم من حساباتهم في البنك، يبقى الحسابات هتقل، ولما الحسابات الجارية هتقل بتيجي مدينة. طيب المصاريف والعمولة كانت كام؟ 2700 زائد 700 هيدوني 3400 جنيه، هيبقى القيد بتاعي من حساب الحسابات الجارية للعملاء الى مذكورين ل 2700 جنيه حساب المصاريف البروتيستو و700 جنيه حساب عمولة البروتيستو. كان قال لي في المعطيات ان في اوراق تجارية مرفوضة قيمتها 70000 جنيه، كل اللي انا هعمله هلغي القيد النظامي للأوراق التجارية بقيمة الأوراق التجارية المدفوعة، هيبقى من حساب موضعي أوراق تجارية برسم التحصيل 70000 جنيه إلى حساب أوراق تجارية برسم التحصيل. طب هنا مش في التمرين قال لي إن الأوراق التجارية كان قيمتها 700000 جنيه، حصل منها 470000 جنيه، وفيه جزء مرفوض ب70000 جنيه، يبقى فيه جزء هنا ما تكلمش عنه او ما ذكرهوش في التمرين. يعني معناه ان لسه وقت تحصيل الفلوس دي ما جاش، فمش هعمل لها عمليات محاسبية. يبقى في الجزء الاولاني من التمرين بتاعنا اول حاجة عملتها قيد نظامي ب700000، بعد كده خصمت العمولة ومصاريف البريد، بعد كده حصلت 470000، بعد كده لغيت القيد النظامي بالجزء اللي حصلته، بعد كده ثبت مصاريف البروتيستو، بعد كده خصمت مصاريف البروتيستو من العمولة، ولغيت القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية المرفوضة. تاني حاجة قال لي أرسل البنك أوراق تجارية للتحصيل بواسطة الفروع مقدارها 70000 جنيه، وأوراق تجارية للتحصيل بواسطة المراسلين مقدارها 170000 جنيه، ووصلت إشعارات من الفرع تفيد بتحصيل أوراق تجارية قيمتها 50000 جنيه، وردت إشعارات من المراسلين تفيد بتحصيل أوراق تجارية قيمتها 150000 جنيه، كما بلغت عمولة المراسلين عنها 1000 جنيه. وصل البنك اقتراض بتفيد رفض أوراق سبق إرسالها للمراسلين بمبلغ 15000 جنيه، وتم عمل بروتيستو تكلف 400 جنيه، وبلغت عمولة المراسلين 70 جنيه. في النقطة دي البنك هيحصل، بس مش هيحصل بنفسه، هيحصل عن طريق الفروع. ادالهم أوراق تجارية بيحصلوها ب70000، ال70000 ما حصلوش منهم غير 50000 جنيه، وادى للمراسلين اوراق تجاريه ب170000 جنيه، حصلوا منهم 150000 جنيه، والمراسلين هياخدوا عموله قيمتها 1000 جنيه مقابل تحصيل الجزء ده. في نقطه تانية ان البنك جاله اختار ان في اوراق تجاريه اترفضت قيمتها 15000 جنيه، عمل بروتيستو ب400 جنيه، وكمان عمل لي عموله قيمتها 70 جنيه. يعني في العملية دي أول حاجة البنك ادى للفروع أوراق تجارية قيمتها 70000، وادى للمراسلين أوراق تجارية قيمتها 170000. لازم أثبت الأوراق دي بقيد نظامي، يبقى 170000 و70000 مجموعهم 240000. يبقى القيد النظامي هيبقى ازاي؟ من حساب أوراق تجارية برسم التحصيل إلى حساب موضعي أوراق تجارية برسم التحصيل. بعد كده هثبت إن أوراق الأوراق التجارية للفرع والمراسلين بعمل لها قيد نظامي تاني، بثبتها بقيد نظامي تاني. الأول قيد نظامي بثبت فيه إرسال الأوراق التجارية للفرع، وبثبت إن أنا بعتلهم المراسلين والفروع
يحصلوا المبالغ دي. الحالة اللي فاتت كان فيها قيد نظامي واحد بس لأن البنك هو اللي بيحصل. الحالة دي فيها قيدين لأن الفرع والمراسلين هما اللي بيحصلوا. يبقى أنا هنا قلت للفرع يحصل لي 70,000 والمراسلين 170,000، هثبتهم في القيد النظامي. هيبقى من مذكورين حساب الفرع أوراق تجارية مرسلة للتحصيل، وحساب المراسلين أوراق تجارية مرسلة للتحصيل، إلى حساب أوراق تجارية مرسلة للتحصيل. بعد كده هثبت الأوراق التجارية اللي اتحصلت بواسطة الفروع، هتبقى من حساب جاري الفروع بال50,000 اللي هم حصلوها إلى حساب الحسابات الجارية للعملاء بال50,000. بعد كده هثبت تحصيل الأوراق التجارية بواسطة المراسلين. المراسلين حصلوا لي كام؟ هما المفروض كانوا يحصلوا 170 بس حصلوا 50، وقلنا ان في عمولة للمراسلين قدرها كام؟ 1,000 جنيه. يبقى ال1,000 جنيه دي هتتخصم من 150 جنيه، المبلغ اللي المراسلين حصلوه. القيد بتاعي هيبقى ازاي؟ من مذكورين العمولة بتاعة تحصيل الأوراق المالية بال1,000، وحساب جاري العملاء بال149,000 اللي هم ال150,000 المبالغ اللي حصلوها ناقص العمولة، إلى حساب الحسابات الجارية للعملاء بمبلغ 150,000 جنيه. طيب أنا كنت مدي للفروع والمراسلين مبلغ 240,000 اللي هم 70,000 بتوع الفروع وال170,000 بتوع المراسلين، بس حصلوا لي 50 و150، يبقى حصلوا كام؟ حصلوا 200. يبقى هلغي القيد النظامي بتاعي بس بالمبلغ الفعلي للتحصيل اللي هو كام؟ 150 وال50. هلغيه ازاي؟ من حساب مودعي اوراق تجارية برسم التحصيل اللي هم 200,000 الى حساب اوراق تجارية برسم التحصيل. طب هنا في قيد نظامي تاني لازم يتلغي علشان عملنا قيد نظامي للبنك وقيد نظامي للفروع والمراسلين. يبقى هلغي القيد النظامي للفروع والمراسلين من حساب الأوراق التجارية مرسلة للتحصيل بال200,000 إلى مذكورين حساب الفروع أوراق تجارية مرسلة للتحصيل اللي كانت قيمتها 50,000، وحساب المراسلين أوراق تجارية مرسلة للتحصيل اللي كانت قيمتها 150,000. قال لي في التمرين عندي مصاريف بروتستو قيمتها 400 جنيه وعمولة قيمتها 70 جنيه، هيتخصموا من العملاء. المصاريف دي كانت لصالح المراسلين، يبقى هثبت عمولة البروتستو ومصاريف التحصيل بالقيد ده من مذكورين حساب عمولة تحصيل الأوراق التجارية وحساب الحسابات الجارية للعملة العمولة بال70 والحسابات الجارية للعملة اللي هم قيمة عمولة البروتستو لأني خصمتها من العملاء، إلى حساب جاري المراسلين. قال لي هنا في 15,000 جنيه اترفضوا أوراق تجارية مرفوضة، هعمل ايه؟ هلغي بيهم القيد النظامي زي النقطة اللي فاتت. لما هلغي القيد النظامي لاستلام الأوراق المالية أو الأوراق التجارية المرفوضة هعمل ايه؟ يبقى من حساب مودعي الأوراق التجارية برسم التحصيل اللي هم 15,000 قيمة الأوراق اللي اترفضت، إلى حساب أوراق تجارية مرسلة للتحصيل. طيب ال15,000 جنيه دول مين كان مفروض يحصلهم؟ المراسلين. يبقى هعمل ايه؟ هلغي تاني القيد النظامي، هيبقى من حساب اوراق تجارية مرسلة للتحصيل ال15,000 جنيه الى حساب المراسلين اوراق تجارية مرسلة للتحصيل. كده انا خلصت الجزء بتاع الأوراق التجارية، وهندخل في قسم خطابات الضمان. يعني ايه خطاب ضمان؟ تعهد صادر من البنك للعميل. يعني اللي بيطلع خطاب الضمان ده البنك. يعني مثلا لو في مناقصة وعاوز ادخلها ممكن اكون
داخل المناقصة دي والناس مش واثقة فيا، أعمل إيه؟ بروح للبنك بقول له أنا داخل مناقصة ب400,000 جنيه، عاوز خطاب ضمان. يقول له ماشي هعمل لك خطاب الضمان بس بقيمة 25% من المناقصة اللي هي مثلا 100,000 جنيه. يروح العميل يدفع 100,000 جنيه أو يتخصم من حسابه الجاري، وبعد كده البنك بيديني خطاب ضمان بقيمة 100,000 جنيه، بيقول ان العميل ده لو ملتزمش بسداد قيمة الصفقة البنك اللي ملتزم بدفع الفلوس دي. بعد كده لما بخلص سداد قيمة الصفقة بتاعتي باخد الفلوس واروح ارجعها للبنك، وبكده يبقى مفيش مشكلة، يبقى خطاب الضمان بيعزز لي موقف العميل. بستخدم خطاب الضمان ده في الاشتراك في المناقصات والمزايدات العامة، او بستخدمه في التعامل بين التجار وحالات تسليم البضائع. في ضمانات لخطاب الضمان، في الخطاب الضمان اول حاجة ضمان نقدي، تاني حاجة ضمان عيني، تالت حاجة ضمان شخصي. الضمان النقدي ان العميل بيدفع غطاء للبنك، اما العيني فبيدفع اوراق مالية، والشخصي اني بجيب طرف تالت او هو شخص تاني بيضمني في البنك. هنا في مثال بيقول فيما يلي بعض العمليات التي تمت في قسم خطابات الضمان في احد البنوك التجارية. اول حاجة تقدم احد العملاء بطلب اصدار خطاب ضمان لصالح احدى الجهات الحكومية بمبلغ 400,000 جنيه، وقد وافق البنك وتم حجز 25% من قيمة خطاب الضمان كتأمين بالإضافة إلى عمولة 3% من الحساب الجاري للعميل. ورد خطاب ضمان من محافظة البحر الأحمر سبق أن أصدره البنك لأحد عملائه بمبلغ 600,000 جنيه، وذلك لوفاء العميل بالتزامه، وكان البنك قد حجز 30% من قيمة خطاب الضمان من الحساب الجاري. 3. طلبت إحدى الجهات الحكومية مصادرة قيمة خطاب الضمان بمبلغ 200,000 جنيه سبق أن أصدره البنك لأحد العملاء، وذلك لعدم الوفاء بالتزامه، وكان البنك قد حجز 40% من قيمة خطاب الضمان وسدد المبلغ للمستفيد نقدا ورجع على العميل الباقي. المطلوب إثبات العمليات السابقة في دفتر البنك. في أول نقطة معايا بيقولي تقدم أحد العملاء بطلب إصدار خطاب ضمان لصالح إحدى الجهات الحكومية بمبلغ 400,000 جنيه، وافق البنك وحجز 25% قيمة خطاب الضمان كتأمين بالإضافة لعمولة قيمتها 3% من الحساب الجاري للعميل. في البداية أنا رحت للبنك وقلت له افتح لي خطاب ضمان لوحدة من الوحدات الحكومية اللي أنا بتعامل معاها علشان أثبت جديتي في التعامل. البنك وافق وفتح خطاب الضمان بقيمة 25%. الخطاب بيروح للجهة الحكومية بيتقال فيه ان فلان الفلاني اللي بيتعامل معاكم موثوق فيه وجد في التعامل ومعاه خطاب ضمان ب100,000، يعني لو حصل حاجة انا هديكوا ال100,000 جنيه. اول حاجة لازم هعمل قيد نظامي بالمبلغ كله اللي هما 400,000 جنيه. يبقى اولا هعمل قيد نظامي بالمبلغ كله اللي هما 400,000 جنيه، هيبقى من حساب التزامات العملاء من خطابات الضمان الى حساب التزامات البنك عن خطابات الضمان. طيب هنا حساب العملاء هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. هيقل بايه؟ بقيمة 25% و3% عمولة لحد ما الصفقة تخلص. يبقى هنا هخصم قيمة الغطاء والعمولة من الحساب الجاري للعميل. طب قيمة الغطاء كان كام؟ اللي هي 25% اللي هم قال لي عليهم في المعطيات، اللي هم كام؟ 25% من 400,000، 100,000 جنيه حساب غطاء تأمينات خطابات الضمان،
والعمولة اللي هي 3% من قيمة الصفقة هتبقى 12,000 جنيه حساب عمولة فتح خطاب الضمان. يبقى القيد بتاعي هيبقى ايه؟ من حساب الحسابات الجارية للعملاء بال112,000 لحساب حساب غطاء تأمينات خطابات الضمان وعمولة فتح خطاب الضمان. بعد كده قال لي في العملية التانية ورد خطاب من ضمان من محافظة البحر، ورد خطاب ضمان من محافظة البحر الأحمر سبق أن أصدره البنك لأحد عملائه بمبلغ 600,000 جنيه، وذلك لوفاء العميل بالتزامه، وكان البنك قد حجز 30% من قيمة خطاب الضمان من الحساب الجاري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العميل راح للبنك وقال ان كان فيه حاجة بينه وبين جهة حكومية في محافظة البحر الأحمر بقيمة 600,000 جنيه، البنك عمل له خطاب ضمان ب30%، المحافظة كلمت البنك وقالت ان العميل اوفى بالتزام. احنا هنا مش هنعمل قيد نظامي لانه اتعمل بالفعل. هناخد الجزء اللي يخصنا ان العميل اوفى بالتزامه وهياخد الفلوس اللي كان دفعها. اول حاجة هعملها هرد قيمة غطاء خطاب الضمان نتيجة وفائه بالتزامه اللي هي كانت كام؟ 30% من اجمالي قيمة الخطاب اللي هي 180,000 من حساب غطاء تأمينات خطابات الضمان. القيد بتاعي يبقى من حساب غطاء تأمينات حسابات الضمان إلى الحسابات الجارية. هنا 180,000 لما رجعوا للعميل فحسابه الجاري زاد، واحنا اتفقنا لما الحساب الجاري بيزيد بيجي في الطرف الداين. طب في النقطة دي خلاص العملية تمت وانتهت والعميل أوفى بالتزامه، يبقى أعمل ايه؟ هلغي القيد النظامي بقيمة خطاب الضمان كاملة اللي هما 600,000 جنيه، هيبقى من حساب التزامات البنك عن خطابات الضمان إلى حساب التزامات العملاء عن خطابات الضمان. طيب هنا انت هتقولي انت في العملية الأولى ملغتيش القيد النظامي ليه؟ هقولك علشان ما قاليش ان العميل أوفى بالتزاماته وما قاليش ان الصفقة خلصت، يبقى انا مش هعرف الغي القيد النظامي. بعد كده في النقطة الاخيرة قال لي طلبت احدى الجهات الحكومية مصادرة قيمة خطاب ضمان بمبلغ 200,000 جنيه سبق ان اصدره البنك لاحد العملاء وذلك لعدم الوفاء بالتزاماته، وكان البنك قد حجز 40% من قيمة خطاب الضمان وسدد المبلغ المستفيد نقدا ورجع على العميل الباقي. هنا الوحدة الحكومية كلمت البنك وقالت ان الراجل ده ما اوفاش بالتزاماته. خطاب الضمان كان ب200,000 جنيه، البنك عمل غطاء ب40% يعني 80,000 جنيه. طب الجهة الحكومية بلغت البنك ان العميل ما اوفاش بالوعد وعاوز قيمة الصفقة، البنك هيعمل ايه؟ هو كان واخد من العميل 80,000 والصفقة كانت ب200,000، البنك هيدفع ال200,000 للجهة الحكومية. طب الغطاء او التأمينات كانت كام؟ كانت 80. يبقى هسحب من حساب العميل 120,000 بسددهم للجهة الحكومية لان الشخص ده ما دفعش او موفاش بالتزاماته، ويبقى حسابه في البنك هيقل ب120,000 وال80,000 هما اتخصموا بالفعل قيمة خطاب الضمان. القيد بتاعي هيبقى من مذكورين، حساب تأمينات خطابات الضمان ال80,000 والحسابات الجارية للعملاء ال120,000 اللي انا خصمتهم الى حساب الخزينة ب200,000، وده هيسدد مبلغ الغطاء من البنك وبيخصم الباقي من الحساب الجاري للعميل. كده العملية انتهت، بس عكس العملية اللي فاتت. اللي فاتت العميل اوفى بالتزاماته
وفلوسه رجعت له في حسابه ولغينا القيد النظامي. العملية دي انتهت برضو بس العميل ما اوفاش بالتزامه فسحبنا منه الفلوس، وبرضو هنلغي القيد النظامي بال200 ألف، هيبقى من حساب التزامات البنك عن خطابات الضمان بال200 ألف الى حساب التزامات العملاء عن خطابات الضمان. يبقى احنا خدنا 3 حاجات في خطابات الضمان. اول حاجة فتحنا خطاب ضمان في البنك وعمولة. لا معلش متأسفة، خدنا ان احنا رحنا البنك وفتحنا خطاب ضمان والبنك خد عمولة. تاني حاجة ان البنك جاله اشعار من محافظة البنك الاحمر، محافظة البحر الاحمر، ان العميل اوفى بالتزامه. تالت حاجة جه للبنك طلب من احدى الوحدات الحكومية ان العميل ما التزمش. المرة الجاية هنتكلم عن جزء القروض، هناخد فيها هل ممكن ان ناخد قرض بضمان اوراق مالية او اوراق تجارية؟ طب هل في عميل ممكن ياخد قرض بدون ضمان؟ طب هل في ضامن معنوي؟ ولو شخص له وديعة في البنك ممكن ياخد قرض بضمان الوديعة؟ كل الكلام ده ان شاء الله هنشوفه في السكشن اللي جاي. وبكده انا خلصت السكشن بتاع النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.